اتصال تليفوني من الفنان الكبير الاستاذ صلاح عبد الله. اهلا بك يا استاذ صلاح. صديقنا. اهلا اهلا جنان. اهلا يوسف بيه حبيبي. اهلا بيك يا حبيبي. اهلا بيك. ما اعرفش انا ما بشوفك. اخوه الاكبر الله يرحمه كان مدير التوزيع في دار الهلال وكان صديقي جدا. هو مين جداً في مصر يعني ما بيحبش صلاح عبد الله؟ عمنا صلاح. لا اخوه كمان حاجه نادره. انا بحب الراجل اللي قاعد معاك ده جان فوق الوصف. ايوه شفت بقى طريقه كلامه طريقه اقناعه طريقه تحليله يعني ربنا يديك الصحه ويبارك فيك ويخليك لينا. انا بتكلم عن ابراهيم عبد الله. يا رب تكون يا حبيبي. ما كنت سامع يا حبيبي. الف رحمه ونور عليه. طبعا طبعا استاذ صلاح يعني النهارده المصريين كل مصر بتحتفل اعلان النتيجه وفوز السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بفتره رئاسيه ثانيه. تحب تقول ايه كفنان كبير ومصري وطني في الاخر؟ لا خلينا مصري وطني بس مش كبير ولا حاجه يعني على قد حالي الحمد لله. والله الحمد لله اللي التواضع ده معناه انك كبير. الله يبارك لك يا حبيبي تسلم لي. انا اختصرت الحاله دي في جمله كده قلت مصر فرحانه انها مصر. مصر فرحانه انها مصر. بجد والله لاني بصي احنا مرينا بفتره من التشكيك والحصار الإعلامي والحصار اللي على مواقع التواصل والهجوم المستمر على أي حد صحيح يقول كلمة حلوة في حق بلده أو في حق رئيسة من اللي شايفينه. لا كان في حالة حصار والقنوات فيها بقى اللي شغالة نار والحاجات أيوة الأجنبية والمواقع والمجلات والجرايد المعروفة دي على مستوى العالم اللي ما تفهميش دول إيه بينقلوا الصورة فعلا غير حقيقية عن مصر. عشان كده أنا من خلالك عايز أقدم تحية بسرعة للأستاذ زياد رشوار لأنه بدأ يواجه هذه الادعاءات الفظيعه باثباتات وبقوه وده مطلوب. الهيئه الوطنيه للاستعلامات طبعا. هيئه الاستعلامات هيئه الاستعلامات يعني الحقيقه كمان يعني بيتعامل بشكل فيه على الهوى وباكثر من لغه وتفنيد كل شيء حتى اي تقرير بيطلع على اي وكاله بيتم تفنيده. الحقيقه فعلا يا استاذ صلاح ده كان دور مهم جدا الفتره السابقه. مهم لان للاسف عندنا احنا بعض الشباب يعني انت عارف اصل سن الشباب ده احنا مرينا بيه وعشنا الحاجات دي وعملنا نقطه نظام وعملنا حركات وبتاع بتبقى عندهم حاجات. سيبك بقى من العقول المغسوله او اللي انضموا لتنظيمات ارهابيه لا دول احنا ما بنتكلمش عليهم خالص. طبعا احنا بنتكلم عن شبابنا الصغير اللي هو احنا لازم نوصل له لازم احنا مش احنا يعني احنا ايه كفنانين وانتوا كاعلام لا يعني بشكل حضرتك بتتكلم عن الفئه العمريه يعني للشباب. بالظبط أيوة. كانوا بيتاثروا بالحاجات دي ممكن يتاثروا بالحاجات دي فمواجهه الحجه بالحجه ضروريه جدا في المرحله دي طبعا. انما الحاله اللي احنا فيها حاله جميله حاله بتؤكد ومش هطول عليك لان انا عايز اسمع استاذ يوسف يعني. طيب انا بس عايزه من حضرتك كلمه للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في اول يوم تقول له ايه؟ والله انا هزرت معاه ونزلت له صوره انا بضحك وهو بيضحك وكاتب عليها مصر فرحانه انها مصر. جميل. وقول له بعد النجاح باكتساح بقول لك يا عبد الفتاح. فقال لي قول يا عم صلاح. اول ما قال لي قول يا عم صلاح انا ضحكت قلت والله ما قايل اي حاجه. أيوة. ما انت عارف كل حاجه. مصر بيك محتاجه تبقى تستقر وترتاح طبعا. إيه يا رئيس أكيد. اللي أكيد. فات تمام كويس واللي جاي هيكون باذن الله احلى حاجه. انا برتجل لك كده بصراحه يا الله عليك يا عم صلاح. والله يا استاذ صلاح عبد الله يعني دايما ابتسامه جميله ووطنيه وحتى ارتجال على الهواء. استاذ يوسف عايز تقول له حاجه؟ لا طبعا انا يعني انا مبسوط اولا ان نتكلم عن ضياء رشوان لان ضياء رشوان حرفي طبعا ابن الاهرام وحقيقي حول هيئه الاستعلامات لهيئه برك والمشاكل اللي حصلت واجهها بطريقه مهنيه اكيد حرفيه صحيح وطنيه جميل. الى جانب طبعا صلاح عبد الله واضح انه شاعر
ايوه لأنه هو بيرتجل على الهواء يعني شوف من فرحته اربع ابويات موزونين مقفين كل حاجه يعني صحيح صحيح. انا بشكر حضرتك جزيل الشكر استاذ صلاح عبد الله الفنان الكبير.